تتنوع استعمالات الاكسسوارات من خلال جذر صناعي واحد من الخوص الأبيض أو من عسق أو من هذا فردي مال نجيبه من الهور نيبسه ونسوي نبديها بالخوص خوص وبردي نسوي البدوة ونبي نكملها نريد نسويها طبق نريد نسويها سلة نريد نسويها كاروك مال طفل يعني أي شيء أي شيء هو إلى هاي البدوة إلى هاي البداية يعني مال أي شيء نستعمله من البداية هاي السلة. الخطوة الأولى تسمى بالبدوة وهي تشمل جميع الأواني المراد تصنيعها من الخوص وتستمر في لف هذا الطوق الأسطواني بشكل مستمر مع استمرار البناء المخروطي أو الدائري أو الأسطواني، وتسمى عملية إملاء الطوق الأسطواني بالخيش بالعلف. الخطوة الأولى تسمى بالبدوة وهي تشمل جميع الأواني المراد تصنيعها من الخوص وتستمر في لف هذا الطوق الأسطواني بشكل مستمر مع استمرار البناء المخروطي أو الدائري أو الأسطواني، وتسمى عملية إملاء الطوق الأسطواني بالخيش بالعلف. هذا من يخلص الطوف شوفه ضعيف تحط له آخر مرحلة هذا الطوف الأحمر نسوينا له هاي العقل اللي تكب فيه هذا حد منه انتهى بعد الطوف هذا الكاروك صغير يعني هم بدايته هم مثل الساحة بس هذا شنو نوعية هيك مو مال طفل صغيرة هيك مال معرض نفس هذا سويت كبير هذا كاروك حطه من بيت طفل هم تجيب دي وتجيب دي